هطبخ لوبيا، هطبخ لوبيا عادي خالص بس مكونات جيده جدا. انا اللوبيا عندنا كنا بنعملها لوبيا وطماطم وعصير طماطم وبصل وثوم وطبيخ عادي جدا. انا هعمله النهارده طبيخ عادي جدا برضو، بس هزود له شويه حاجات بسيطه قوي تخليها شكل جديد تماما. يعني هستعمل اللوبيا خلاص، هستخدم معاها دي طماطم لوبيا مسلوقه منقوعه ومسلوقه تمام كده. وزي ما اتفقنا دايما لما بنيجي نعمل لوبيا او فاصوليا بيضة بننقعها ليله، بعد كده بنبدا ان احنا نسلقها في عادي زي بسلق اي حاجه في ميه، بغلي ميه واحطها لغايه ما تستوي. وعشان طبعا اوفر الخطوتين دول ويبقى عندي اللوبيا دي مسلوقه جاهزه، ابقى دايما اعمل بدل ما اعمل عن ربع كيلو اعمل كيلو واقسمه على اربع اكياس او خمس اكياس زي ما بتحب تعمليها. اعملي دايما كده في الفاصوليا وفي اللوبيا، يعني دي نصيحه صغننه كده بحيث ان انت تستفيدي ان انت مش كل مره تنقعي وتسلقي، لا ابقى انا شلت خلاص وتبقى هي هي بالظبط ما فيهاش اي حاجه خالص. بدل انقع بدل الربع كيلو او اللي انا هعمله كيلو بحاله، وابدا ان انا اقسمه على اكياس بعد ما يستلق يبقى جاهز عندي على الطبخه على طول. تمام كده، انا كده عندي لوبيا مسلوقه، طماطم مفرومه، فلفل مفروم، بصل مفروم، مفروم ده يعني مقطع صغير خالص اصغر من اللوبيا، عندي صلصه كركم، معلقه كركم كبيره، بهارات، حته لحمه مفرومه وبصلايه مبشوره معاها وملح وفلفل طبعا والبهارات عليها. هنعمل الايه؟ هنعمل شويه كفته هنزلهم في وسط اللوبيا دي واعملها صينيه او حله. حتى انا قلت كنت هعملها صينيه قلت لا بلاش اعملها حله بحيث تبقى ايه اسهل الموضوع قوي. حابه تحطيها في صينيه دي ترجع لك، او طاجن ترجع لك انت زي ما انت عايزه خلاص، بس انا هعملها اسهلها واعملها في الحله. فعندي هنا اللحمه المفرومه، نجيب كده بسم الله الرحمن الرحيم، قطعه بس صغنونه خالص اهي، عليها بصلايه مبشوره، عليها شويه بهارات وشويه ملح وفلفل، انا كانها قطع لحمه بس بدلها الكفته، يعني مش هزود لها اي حاجه خالص تاني، انا هسيبها زي ما هي كده بس، يعني بصل ولحمه وبهاراتك اللي انت عايزاه، الملح والفلفل بقى قرفه وجنزبيل او ملح وفلفل وبهارات اللي انت عايزاه. نعجنها بقى حلو كده في ايدينا. ماشي، نجيب بس طبق اكور عليه بقى، يعني ربع كيلو لحمه هيعمل لك الحله دي وانت مستريحه كده. كورة احطها في التلاجة شوية صغيرين كده ما فيهاش حاجة خالص غير لحمة وبصل ملح وفلفل وبهارات. تمام كده، اجيب بس شوية زيت هنا في الطاسة تسخن بس شوية قوي مش كتير، يعني معلقتين تلاتة زيت كده، انزل فيها الكفتة بسم الله الرحمن الرحيم، لا لسه شوية خليها تسخن حبة. هنيجي هنا في الحلة هنحط شوية زيت عشان نجهز بقى للايه الخلطه بتاعتنا كلها. هحط هنا بصله، بصله كبيره مقطعه صغير كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايزه تحطي زيت عايزه تحطي سمنه اللي يريحك، بس انا هنا حطيت شويه زيت وشويه زيت، ممكن نحط سمنه شويه ملح وفلفل عليها كده على البصله. حط طماطم مقطعه صغير، فلفل روم مقطع صغير، اللوبيا المسلوقة كله مع بعضه تمام ده كده، البصل فلفل اللوبيا، السائل اللي انا هحطه هنا مية وصلصة فقط لا غير. هاجي هنا بقى هعمل ايه؟ اروح عامله بقى السائل بتاعنا ده اللي هو عبارة عن معلقتين كبار من الصلصة، معلقتين كبار من الصلصة، معلقة كبيرة من الكركم، ملح، ممكن شوية شطة بتديها طعم حلو قوي مش كتير، نص معلقة صغيرة مثلا طبعا حسب ما انت بتحبي، مش عايزة بلاش، فلفل اسود، المية، المية دي ممكن مثلا طبعا حسبك انا عاملة ربع كيلو ممكن احط لها كوبايتين مية،
انا ما حطيتش شوربه ليه؟ لان انا عندي لحمه، هي هتنزل وهتعمل لي المرقه دي شوربه عادي خالص، مش مستاهل ان انا عايزه مرقه ولا حاجه. حطي مكعب مرق، حطي مكعب مرق، مفيش مشكله. هاجي هنا اخد بقى الخلطه دي وانزلها على اللوبيا اللي هي الكركم والصلصه والايه والملح والفلفل والميه. طبعا انا هزود هنا كمان شويه ميه علشان تبقى ايه، لسه هحط فيها اللحمه واسيبها تغلي كام غلوه مع نفسها قبل ما انزل اللحمه. اهي كده بصوا كده خلاص، هي كده لونت، خدت بعض من ناحيه واحده حتى او من ناحيتين. ابدا انزلها كده كده هكمل سوا هنا، وزي ما قلت لك حبه الميه، حط حبه زيت بتاعها في كل حاجه كده، حبه تحطيها في طاجن في صينيه حطيها ودخليها الايه الفرن او تسيبيها زي ما هي كده. انا لخصت قلت هي حله كده وجنب، طبعا انا بقلب بالحله ليه؟ علشان مش عايزه اكسر الكفته. شويه هقلبها عادي خالص بس تمسك نفسها، وبعدين اقلبها بمعلقه عادي بس كده، بس عشان ايه كل تنزل بين الشوربه واللوبيا. اهو بص لونها بقى كده عامل ازاي، لونها يعني واخد بين ده وده، بين الاحمر وبين الكركم. هغطي عليها هتستوي، مفيش خلاص 10 دقايق كمان يكون الايه اللحمه استوت ونغربها بقى.